أجريت الكشف الطبي يوم الخميس اللي فات، ومفروض نستلم النتيجة النهاردة بإذن الله. إن شاء الله. طب إيه اللي خلى حضرتك تخش البرلمان دوت بالذات؟ اللي خلاني أخش البرلمان إن شعارات الثورة التي تحولت إلى نصوص دستورية الآن نريد أن نحولها إلى واقع متحرك على الأرض. إذا لم يدخل البرلمان المؤمنين بهذه الشعارات وهذه النصوص، ستفرغ هذه النصوص من محتواها وسيلتفوا عليها بتشريعات ممكن لا تؤدي لصنع دولة العدالة. فأنا واحد من المؤمنين بالعيش وبالحرية وبالعدالة الاجتماعية وبالكرامة الإنسانية وبالاستقلال الوطني وبالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة اللي هي شعار ثورة 25 يناير و30 يونيو. دي كلها هذه هي الشعارات اللي كانت مرفوعة، الحمد لله تمكننا من تحويلها لنصوص دستورية، لكن ممكن تظل حبر على ورق إذا دخل الانتهازيين والأفقين والغير مؤمنين بهذه الشعارات وهذه النصوص وحولوا هذه النصوص إلى تشريعات فارغة المحتوى. فأنا بشوف أن كل الوطنيين الشرفاء المؤمنين بهذه الأهداف عليهم أن يتصدوا الآن لبرلمان ليساهموا في صنع هذه التشريعات اللي هتبني دولة العدالة بإذن الله. طب كان في تصريحات لرؤساء أحزاب زي دكتور مجار بيقول إن مفيش تحالف معين هيكون تغيير، وإن البرلمان جاي لمفتر وهيقودوا رجال بس كده. والله أنا بشوف إن ما كانش في عندنا حياة حزبية قبل الثورة، ما كانش في عندنا حياة حزبية بالمعنى الحقيقي، وبالتالي مش في يوم وليلة هنبني الأحزاب. الأحزاب عشان تتبني بتاخد سنوات، وأعتقد أن الخمس سنين اللي جايين دول هيبقوا فترة يعني تكوين وتواصل ما بين الأحزاب ومد شبكات الاتصال بينها وبين قواعد شعبية عشان تبقى أحزاب حقيقية، وده اللي مفروض يحصل. فكون أن البرلمان ده مش هيبقى فيه كتلة حزبية الحزب أو أغلبية برلمانية، ده من طبائع الأمور على فكرة، يعني ما هوش مستغرب، لأن ما عندناش الحزب الأقوى اللي يستطيع أن هو يكسب الانتخابات ويبقى الأغلبية. رؤيتك السياسية حضرتك بالنسبة للبرلمان القادم في حضرتك، وهل هو تشريعي بحت ولا تشريعي برلماني؟ طبعا بالنسبة لما يقوله الناس عن دور البرلمان في ان هو في النهايه بيقتصر دوره على التشريع والرقابه، وان الخدمات ديت نائب الخدمات لازم تختفي، انا موافق من حيث المبدا، لكن في ظل المظالم اللي موجوده على الارض لكل الناس ما تقدرش تمنع نفسك من ان يبقى في مظالم لناس ادوك توكيل ان تكون نائبا عنهم مدافعا عن حقوقهم، وتقول انا بتاع تشريع ورقابه وتسيبهم يعيشوا في نفس المظالم. فلا بد ان انت تتصدى لهذه المظالم وتجيب حقهم لانك انت نائب عنهم في الاساس، وبالتالي لغايه ما المظالم دي تنتفي هيظل النائب غصب عنه مطالب ان هو ان يرفع الظلم عن مواطنيه اللي انتخبوه. انا بتصور الاسلام السياسي هيبقى وجوده في البرلمان هامشي جدا ومش هيبقى يعني فاعل.